تفضل استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيدة ميتا فريدريكسن رئيس وزراء مملكة الدنمارك، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بفخامتك وبالوفد المرافق ليك، أهلا وسهلا، سعداء بوجودك في مصر، وأيضا بمرور 65 عام على إقامة العلاقات بين مصر وبين مملكة الدنمارك. واسمحي لي أن أنا أقدر جدا جدا المباحثات التي تمت النهاردة وحجم التفاهم اللي أنا لمسته أثناء حديثنا سواء على المستوى الثنائي أو حتى على المستوى الوفدين الرسميين. لقد تحدثنا مع دولة الرئيسة على المستوى الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ويمكن الفرصة اللي موجودة في مصر سواء من كان موقعها الجغرافي أو البنية الأساسية المتطورة أو وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح إن احنا نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري، واحنا مستعدين زي ما ذكرنا إن احنا في مصر إن احنا نقدم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر وبما لديها خبرة عالمية في هذا المجال. أيضا تحدثنا على إمكانية إن احنا نتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين ودي والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئة، ده طبعا يعني ارتباطا بما الجهد اللي مصر عملته في استقبالها لمؤتمر المناخ في كاب 27 في شرم الشيخ. أيضا تحدثنا مع فخامة رئيسة الوزراء في موضوعات كثيرة منها موضوعات حقوق الإنسان، وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤيتنا في مصر إلى هذا الموضوع المهم اللي احنا حريصين جدا جدا أن احنا في كل مناسبة نتكلم فيه مع أصدقائنا الأوروبيين على أن احنا لنا رؤية مهمة جدا جدا بنطرحها في أهمية في استشراف رؤيتنا في مجال حقوق الإنسان في مصر، والتي تعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات المختلفة، ودي طبعا طبقا للمعايير اللي حطها المنظمات والمنظمات الدولية في هذا المجال. أنا الحقيقة يعني وجدت تفاهم كبير قوي، وهذا التفاهم محل تقدير واحترام جدا لفخامة رئيسة الوزراء، وده أمر أنا بسجله دلوقتي. أيضا احنا تحدثنا على موضوعات خاصة بي في منطقتنا وأهمية العمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية، وإحنا هنا في مصر بنذكر دايما في مثل هذه المجالات إن إحنا بنقول إن إحنا من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلى أوروبا، وده التزام إنساني مصر ملتزمة به إن هي تحرص على إن هي ما تكونش أبدا يعني معبر لهجرة غير شرعية إلى أوروبا. النقطة الثانية تكلمنا أيضا إن إحنا مصر بتستضيف، وأنا بقول هنا بتستضيف عشان دي نقطة مهمة قوي، وإحنا ما بنذكرش أبدا كلمة لاجي عندنا في مصر. إحنا مصر بتستضيف 6 مليون وقد يزيد دون أن تتلقى ولا تحاول أن تزايد لكي تتلقى شيء في دعم هذا التواجد، بيعيشوا كمواطنين داخل بلدنا إلى أن تتحسن ظروفهم أو طبقا للواقع الصعب اللي هم جايين منه في بلادهم اللي بتعاني من شيء من الاضطراب. وبنقول إن إحنا إذا كنا عايزين نحل هذه المسألة بشكل يعني متعمق قوي مهم قوي إن إحنا أولا القضايا والأزمات اللي موجودة في منطقتنا مهم قوي إن إحنا نصل بيها إلى مرحلة حل لهذه القضايا والأزمات اللي موجودة وصولا لاستقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على ان هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف وتستطيع ان تسيطر على حدودها البحريه والبريه ولا تشكل معبرا لاوروبا، وايضا تبقى سبب في استقرار هذا الامر. ده نقطه. النقطه الثانيه تحسن فيها ان اهميه ان مهم قوي ان احنا نوجد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح الناس أو المواطنين من إفريقيا إلى أوروبا،
أملا في مستقبل أفضل وحياة أفضل. وده من إيجاد من خلال إن إحنا نوجد فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية، وده هيساعد بشكل كبير جدا في حل هذه المسألة. نقطة تانية إحنا اتكلمنا فيها فيما يخص الأزمات الموجودة، إن المهم إن إحنا نوجد حلول وبسرعة، وأيضا دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أيضا تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى إيجاد حل لها يساهم في خفض التوتر، وأيضا لما ليها من تداعيات كبيرة جدا على الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي العالم كله. وده أمر ده إحنا نادينا فيه في COP27، قلنا كان في نداء أنا وجهته للعالم كله بأهمية إنهاء هذه الأزمة وهذه الحرب، حتى يعني تلافيا لتداعياتها على العالم كله. نقطة أخرى تحدثنا فيها أيضا هي الأزمة سد النهضة، وقلنا فيها وبرضو ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على إن أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الأسيويين. وده طبعا احنا بنقول ان احنا في 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الأسيويين. نحن نتفهم ان التنمية في أسيوبيا، وبنقول الكلام ده في كل مناسبة، بس بنقول ايضا واحنا بنوجد واحنا متفاهمين ده وايضا مستعدين نتعاون معهم فيه، ان احنا هذا لا يؤثر على المواطن المصري باي شكل من الاشكال. والحقيقه انا لقيت تفاهم لدى فخامه رئيسه الوزراء على ان الدوله اللي هي الاكثر جفافا في العالم مصر ما عندهاش فرصه انها تتحمل اي نقص من الميه يصل اليها في اي وقت من الاوقات. بالمناسبه ما كانش ابدا موجود على نهر النيل عبر الاف السنين ابدا في سد موجود بيؤثر على الميه، سواء كانت الميه دي كتير او قليله. الميه اللي كانت بتنزل الحصه اللي بناخدها منها هي كانت حصه ما بتتغيرش حتى لو كان في صعوبات، وكنا بنقبل ده. اذا هو المطلوب ان احنا نصل الى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضه. وانا اشرت فخامه رئيس الوزراء ان احنا بذلين جهد كبير جدا في ان احنا نستفيد من كل نقطه ميه موجوده في مصر من خلال سواء كان المعالجه وعدد التدوير او حتى من تحليه مياه البحر على البحر المتوسط والبحر الاحمر. لن اطيل عليكم، اسمحوا لي ان انا ارحب بفخامه رئيسه الوزراء، اهلا وسهلا، سعداء بوجودك معنا، ونتمنى انك انت يعني استقبالنا ليك يكون استقبال يعني يليق بمكانتك، ونحن مقدرين ومحترمين وبنعتز جدا بفخامتك. اهلا وسهلا واهلا بكم الوفد المرافق، شكرا جزيلا. Let me start by thanking His Excellency President Sisi for inviting me to come to this beautiful country of Egypt. It is a pleasure to be here, and it has been a very fruitful discussion between the two of us and between the two مثمرة بيننا وبين الوفدين. وكما يعلم الجميع فنحن نتقابل في وقت عصيب يواجه في العالم العديد من التحديات، ولكننا تبحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء في هذا العالم غير المستقر. وأود أن أؤكد أنني أعتبر مصر كشريك قوي للدنمارك ولأوروبا. والشراكات بين مصر والأقاليم المجاورة هي مهمة في ظل التحديات العالمية. كذلك فإن فيما يخص الشراكة طويلة الأمد فإنها يجب أن تنبني على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم، كما أننا كذلك الحوار كان مثمر فيما يخص القضايا الخاصة بالطاقة والهجرة
الهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التي نواجهها والتزامنا المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة وللشباب في مصر وفي أفريقيا وفي العالم. أود أولا أن أهنئ مصر على الاستضافة الناجحة لقمة كوب 27، وأود أن أشكر السيد الرئيس على مشاركته الشخصية في مسألة التغير المناخ والتحول نحو الطاقة الخضراء. هذا كان دور قوي وضروري بالنسبة لنا الجميع. الهجرة هي من التحديات المشتركة الأخرى التي نواجهها، وأنتم كبلد شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي في هذه المسألة، ويسعدني التعاون القوي بين مع مصر فيما يخص السيطرة على الحدود وكذلك إدارتها للاجئين هنا كذلك، ونعزز الشراكة حينما يتعلق الأمر بتهريب البشر، وهذا مجال مهم كذلك. وقد ناقشنا أيضا الوضع السياسي الحالي وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، فنحن نعلم أن العديد من الأشخاص في أفريقيا ومصر يسددون ثمن هذه الحرب نتيجة لأزمة الغذاء وأزمة الطاقة. نحن نعلم أنها مهمة صعبة وسنعمل عن كثب عليها، وأشعر بالامتنان أن مصر قد اتخذت التزاما مهما فيما يخص قرار الأمم المتحدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا. على مدار سنوات قد زاد حجم التعاون فيما بيننا فيما يخص التجارة والتحول إلى الطاقة النظيفة. أنتم بلد قوي في مجالات عديدة، وأعتقد أن مصر لها القيادة فيما يخص قضية التغير المناخ، ليس فقط بالنسبة للمنطقة ولكن العالم أجمع. لذلك فإننا أشكركم شكرا شخصيا للقيام بهذا الدور، وأعتقد أننا قد عملنا على مدى التعاون الطاقة فيما بيننا في المستقبل، ويمكن أن نكفل التركيز على الطاقة المتجددة معا، وبالطبع على الطاقة الهيدروجين الأخضر في ما بين بلدينا. وأأمل أن هذا التعاون بين البلدان في المنطقة الشمالية من أفريقيا ومع بعض البلدان الصغرى في الاتحاد الأوروبي قد تكون مصدر إلهام لبلدان أخرى لبناء شراكات قوية، وأن قارتين أفريقيا وأوروبا عليهما أن يعملا ويتعاونا معا. لا يمكن أن نحل أي من مشكلاتنا إلا من خلال شراكات قوية بين القارتين، وهكذا يمكن أن نجد بعض الحلول المستدامة لشعوبنا. وهذا ما تدور حوله السياسة، وهو أن نخلق مستقبلا أفضل. أشكركم جزيلا على دعوتي، وأشكركم على المناقشات المباشرة والصريحة فيما بيننا، وأشكركم كذلك على قيادتكم ودوركم الرائد في المنطقة. نحن نتقاسم تاريخا طويلا من الشراكة والتعاون والصداقة، وفي أثناء هذه الزيارة يسعدني القول أن العلاقة قد أصبحت أكثر قوة. وأشكر سيادتكم مرة أخرى سيدي الرئيس.